هذا دعاء خاص للمرحوم توفيق نايف حيادري رحمه الله ويسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكل منزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم جازه بالحسنات احسانا والسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته وان كان مسيئا فزد وزد له من عند سعاته. اللهم تقبل منه القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح ابواب السماء بروحه وباب رحمتك وباب جنتك اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم هذا عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبه واحباؤه فيها الى ظلمه القبر وما هو لاقيه. اللهم انه كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسوله. اللهم امن كتابه وهو من حسابه ولين ترابه والهم حسن جوابه وطيب ثراه واكرم مثواه واجعل الجنه مستقره ومثواه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ظله تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك. اللهم اكتب اسمه على ابواب الجنه الثمانيه. اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وذريه خيرا من ذريته. اللهم ادخله الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعله قبره من حجر النار. اللهم رد له في قبره من تغسله. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحه والسرور. اللهم اكرمه من ضيق اللحود والقبور ومرات عده الى جناتك جنات الخلود في سدر مخطوط وطلح منضود وظل منضود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه ورش مرفوعه وعلم من تعلم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.